سلام، هلا. حياك الله. الله محييك. اليوم مجتمعين في هذا الموقع. نعم، دعم لفلسطين. هذا اقل شيء نقدمه كحركه العدل والاحسان. العراق دائما في قلب القضيه الفلسطينيه، واراضي فلسطين شهدت وتروت بدماء شهداء العراقيين، وهذه جنين تشهد لهم بذلك. فباذن الله هاي بدايه تحرير الاقصى، بدات من معركه سيف القدس، وان شاء الله هاي لاول مره من تاسيس الكيان الغاصب تدخل قوات مقاتلين الى داخل اراضيهم، الى داخل مختصباتهم، الى مدنهم. فباذن الله بدا الانهيار النفسي لهم، بدا خسرانهم وخذلانهم، وان شاء الله بشائر النصر، وان شاء الله نصلي سويه في المسجد الاقصى عند تحريره. يعني هذه فرصه مهمه جدا لدى العرب، لدى المجاهدين. فرصه مهمه لدى المسلمين ثم العرب. وين هم الجيوش العربيه؟ فئه محاصره، منظمه محاصره، صاروا 16 سنه يقومون بهاي الاعمال الباهره بامكانياتهم البسيطه، بقدراتهم اللي ما تقدر تقارنها بالجيش الاحتلال الذي يمد بأعتى أنواع الأسلحة الأمريكية والطيران. وين طياراتهم؟ وين دباباتهم؟ يجي المقاتل يجر الصهيوني من الدبابة ويطلعه، وما يجرؤ أن يتحرك ضدهم. هاي أخي بداية خذلانهم ونزامهم، وبداية النصر بإذن الله لمجاهدينا في فلسطين. رسالتك إلى المجاهدين في فلسطين. أخي تقدموا واثبتوا ورابطوا، قلوبنا معكم، دعاؤنا معكم، بكل إمكانياتنا معكم. وإذا فتح باب التطوع وجهت فنحن في المقدمة بإذن الله. العراقيين معروفين، العراق في ظهر القضية الفلسطينية، في ظهر فلسطين، وبإذن الله التحرير يخرج من هنا إن شاء الله. حياك الله. شكرا جزيلا.